لمناقشة ملف مجزرة العظيم معنا الآن الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. أستاذ الشريفي أهلا بك. يعني سقطت سرية بأفرادها وآمرها بيد خلية إرهابية في قاطع عمليات يعني وظيفته محاربة الإرهاب أصلا، كيف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هناك كثير من علامات الاستفهام على الحادثة التي جرت. الحقيقة هل هي قوة سرية أم هذا موقع متقدم للسرية؟ لأن العدد اللي فيها عدد محدود جدا، فضلا عن آليات الانفتاح الجبهة، وهو خطأ بآليات الانفتاح تعبويا، إمكانية الالتفاف للتنظيم متاحة. كم عدد الأبراج؟ هل تم مراعاة في عملية الانفتاح احتمالية أن تهاجم أو تشغل هذا الموقع، يشغل من عدة محاور وأن تتم عملية الالتفاف؟ لأنه لا يجوز الانفتاح تعبويا في خط جبهوي في منطقة ممكن فيها إجراء عملية الالتفاف. فضلا عن الأبراج، هل هو برج واحد أم عدة أبراج؟ والكاميرا هل هي كاميرا واحدة أم عدة كاميرات؟ لأنه إذا كاميرا واحدة معنى ذلك أنها تغطي 180 درجة، ومعنى ذلك أن هناك منطقة ميتة بحدود 180 درجة اللي هي خلفية القطاعات، وهذه ممكن أن تعطي فرصة للتنظيم في عملية الالتفاف والمباغتة. وبالحقيقة ما أين دور الإسناد الناري؟ إذا كانت هذه قطعة متقدمة فأين الجهد الساند الناري؟ فضلا عن حيوية وفعالية الاتصالات، يعني إذا تم مشاغلتهم هل بالإمكان أن يكون هناك اتصال لطلب المساعدة في فترة الاشتباك؟ ونعود إلى أهم نقطة هي القدرات التسليحية. كيف تشاغل قطعة بقناص وصواريخ قاذفات ار بي جي ورمانات، والقطعة المدافعة لا تمتلك سوى الكلاشينكوف؟ طيب ليش ما يكون هناك تعزيز حتى يتحقق على الاقل تقدير التكافؤ في القدرة؟ طيب استاذ الشريفي، يعني مساله الحقيقه هناك كثير من علامات. نعم، مساله من العوامل الاخرى التي قد تسهل عمليه الاختراق انه مساله الطقس، البروده، الثلوج، البرد، يعني هل هذا هو عامل مهم يعني في شن هكذا هجمات؟ نعم بالحقيقة ممكن، ولكن إذا استعيض عن الجهد البشري بالجهد التقني وعلى بالكاميرات الحرارية، لأن الكاميرات الحرارية التي تعمل وفق أشعة الإنفراريد، الأشعة الحمراء، قادرة على أن تكشف حتى وإن كان هناك أجواء رديئة، وبالتالي هذه الكاميرات كفوة. ولكن هل كانت الكاميرات تغطي تعبويا مسرح العمليات جبهويا أم محورياً حتى تتمكن أن تغطي 360 درجة وليس 180 درجة؟ لأن إذا 180 درجة ممكن أن يجري الالتفاف حتى على الكاميرات وتحقيق عنصر المباغتة، وفي تقديري هذا ما تحقق. أما مسألة رد الفعل، فالوضع الطبيعي أن القوة المهاجمة يجب أن تتفوق بأربع مرات عن القوة الماسكة للأرض. يعني إذا كان عندنا 10، لابد أن حينما نشرع بالهجوم لابد أن تكون القوة المهاجمة لا تقل عن 40 حتى يتحقق التفوق على من هو متموضع ومتبترك. طيب أستاذ أحمد، يعني أنت كثير من علامات أنت تسألت، لابد أن يجري. نعم، أنت تسألت أيضا أستاذ الشريفي عن أين الإسناد بالنسبة لهذه القوات في هذا الوقت أيضا، يعني وعبر بيانات عبروا أحزاب وشخصيات أنه مثل هذه المجازر سببها ضعف الاستخبارات. هل هذا هو ممكن سبب يكون رئيسي بهذه المجزرة أو الاختراق؟ نعم بالحقيقة احنا عندنا خلل أصبح بمسألة الرصد والاستمكان لنشاط هذه الجماعات. كان عندنا رصد واستمكان إلكتروني، والرصد والاستمكان الإلكتروني يختلف اختلاف كلي عن الرصد والاستمكان البصري، لأنه في المناطق التي فيها تضاريس والمناطق التي فيها كثافة أشجار وما إلى ذلك يستعصي فيها أن يتحقق الأفق البعيد للرصد والاستمكان البشري، علما أنه الإنسان بأفضل لياقاته البدنية لا يمتد بصره حتى وإن كان في أرض مفتوحة لأكثر من 10 كيلو. في حين الرصد والاستمكان الإلكتروني يعطي بالحقيقة نتائج إيجابية جدا في رصد
أهداف متحركة وجماعات يطلق عليها بجماعات الجوالة. المطالبة السياسية بالحقيقة في تقليص دور الإسناد من التحالف الدولي أو من الولايات المتحدة لأداء أسباب ودوافع سياسية حد كثيرا من قدرة الرصد والاستبكال الإلكتروني، وأصبحنا عدنا إلى دائرة الاعتماد على القدرات البشرية التقليدية والتي ممكن تخطيها، أما بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب قصر النظر في الرصد والاستبكال وبالتحديد ليلا. دكتور يعني المشاغلة في الحسكة نعم هو أنا بدي أسألك عن هذا السؤال دكتور، هو أريد أسألك عن مسألة فرار عشرات من عناصر تنظيم داعش من سجن في الحسكة، الآن ما بدا تأثير ذلك على وضع التنظيم في العراق، خصوصا يقال أنهم سيرسلون إلى العراق؟ أحسنتم، هذه بالحقيقة لماذا في هذا التوقيت يصار إلى استهداف هذا السجن الذي هو يصنف من أخطر السجون في العالم، لأنه يحتوي قيادات لداعش. ليش يشاغل داعش؟ لأنه بالحقيقة هو يرغب في إخراج القيادات من أجل إدارة معركة، أي بمعنى هو يسعى إلى إيجاد موجة جديدة على مستوى العمليات الإرهابية، ويرغب في إخراج هؤلاء القادة. في مثل هكذا تحدي يفترض أن لا تسطح الأمور، لا يجي شخص يقول احنا حدودنا مغلقه بالكامل واكو احكام قبض على الحدود، هذا ضرب من الخيال. ان تتحدث عن عمليات تدفق، ممكن انه انت في تقف عمليات التدفق في الاليات المتبعه وهي بالمناسبه ايضا تقليديه، خندق وشوائك وما الى ذلك، وهذه امكانيه تخطيها وارده جدا، 3 كيلو يتخطاها، لا سيما احنا نتحدث عن قيادات داعش التي هي مدربه تدريب عالي. ثم ما هو وضع الخط التماس الحدودي في المناطق الشمالية التي هي منطقة جبلية لا تحضر فيها العوائق والموانع الطبيعية التي صنعت على الحدود؟ لذلك مسألة هناك فارق بين التسلل وبين التدفق، قد نستطيع أن نوقف التدفق، لكن أن نتحدث عن أن الحدود ممسوكة بالمطلق أمام التسلل فهذا أمر مستبعد، لذلك لابد أن نأخذ بأسوأ الاحتمالات. وهذه يعني ممكن انه تكون هناك تعزيزات الذي ياخذ باسوء الاحتمالات يعني ويتبنى افضل الحلول، ممكن يكون هناك دعم وزياده تعزيزات للجيش سواء في نينوى او على الحدود مع سوريا من قبل القوات العراقيه مثلا، او الاستعانه بقوات التحالف مثل ما ذكر المتحدث الامني لرئيس الوزراء بانه احنا بحاجه الى دعم من التحالف الدولي. نعم بالحقيقة، وربما يكون منسوب التهديد على إقليم كردستان أعلى بكثير في هذه المرحلة لإمكانية أن تكون هناك ثغرات في المناطق الجبلية من التسلل عبر الإقليم، أي بمعنى أنه أمن الإقليم مهدد. ولكن أكو سبق نظر، يعني القوات الألمانية قررت البقاء لمدة 9 أشهر وكأنها تمتلك نظرية، وهذه بالمناسبة تدرس حتى في كلية الأركان، هي سبق النظر في الأحداث كخصوصية أو صفة لضابط الركن الناجح، يستبق الأحداث ويتخذ القرار. ألمانيا قررت إبقاء قواتها الساندة للبيشمركة والأسايش مددت 9 أشهر وكأنها تدرك أن احتمالية التداعي الأمني واحتمالية الإرباك وارد، وبالتالي يحتاج البيشمركة والأسايش إلى رفع القدرات القتالية. ما هذا بالحقيقة يصب في مصلحتنا الوطنية، كل ما عززت القدرات معنى ذلك ضمننا حماية أمن إقليم كردستان، ولكن إحنا نحتاج إلى تعزيز القدرات في بقية المناطق في العراق، لا سيما في نينوى ووصولا إلى كركوك وصلاح الدين ودياله. الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، شكرا جزيلا.